هذه تكلم عليها ناصر بوريطه. ناصر بوريطه كيعرف اش كيقول، وفي هذا الكلام ديالو هذا راه ما كيكذبش. علاش؟ اخر واحد ممكن انه يتكلم في القضايا ديال الشفافيه والقضايا ديال الرشوه والقضايا ديال التجسس والقضايا ديال حمايه حقوق الانسان هو اوروبا. هذه ديروها في بالكم. ولكو كان تشوفوا الحجم ديال الاتهامات اللي كيكيلوها يوميا بعضهم البعض في الجرائد ديالهم باللغات ديالهم، الاتهامات اللي كيتهموا بعضهم بالخيانه، كيتهموا بعضهم بالتجسس، كيتهموا بعضهم بالغدر، كيتهموا بعضهم بالنفاق. لكن تشوفوا الاوروبيين حاليا دابا اش كيقولوا على بعضهم. دابا كيقولوا ماكرون غادي يجي وديال اسبانيا وديال جزر الكناري، بمعنى انه ديك الدريقه ديال الاتحاد الاوروبي لا تفيد. ورجعنا للموضوع الاصلي، وهو انه المغرب فيما كينزل يدو على شي دوسي كتنوض ديك الدوله كتهكات نضات غوات كذا كذا، كتولي واحد شويه دير شي مناورات شي صحيفه شي جريده شي لعيبه شي كذا كذا، كدوز واحد المره كتلقاها مهبطه. راه من بعد غادي نقول لكم انايا شنو هو العامل القوي اللي خلى انه المغرب زاد الطريق ديالو بثبات. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوان والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة إن شاء الله غادي نتكلموا على العلاقات المغربية بالخارج وبالدرجة الأولى الأطراف اللي هي معروفة. الاتحاد الأوروبي رقم واحد بعد كينات هو فرنسا، ثم الاتحاد الأوروبي، ثم كذلك إسبانيا. كنا ذكرنا سابقا بأنه كاين واحد المبادئ هي اللي كتحكم التعامل ديال المغرب مع الدول الخارجية، وعطينا بعض المبادئ اللي هي ثابتة في التاريخ بأنه ما كيخلعنا شي من اللي كيجي عندنا شي اتحاد أوروبي بكماله كيهضر باللسان جماعي. يعني هذاك الاتحاد الأوروبي باللسان جماعي في المعاملة ديال المغرب معاه، هادشي راه ما كيفيدش. ودائما المشاكل كتفك ما بين المغرب واللي عنده معاه الحساب رأسا لرأس. وكنا عطينا المثال، قلنا بأن هذه القضية كانت دارتها اسبانيا ودخلت الاتحاد الأوروبي وداك الشيء ما سلكهاش، ودارت موقف متقدم من الصحراء المغربية. وقلنا من موراها عاوتاني راه دارتها عاوتاني فرنسا، جات وصيفطت الوزيرات الخارجية ما سلكتهاش، مشات رجعت للاتحاد الأوروبي، وقلنا بأنه ماكرون غادي يدير حتى هي وفي الأخر غادي يهبط الرأس. الان كذلك الاخبار كتقول بانه جوج ديال الزيارات غادي يكونوا في الربع الاول من 2023 او ربما ثلاثه، غادي يكون ماكرون وغادي يكون اسبانيا وغادي يكون كذلك ديال جزر الكناري، غادي يكونوا هادشي قالك في الربع الاول. وهنا غادي نرجعوا لديك القضيه اللي قلت لكم داك النهار، هذاك الاتحاد الاوروبي فجا جوزيب بوريل للمغرب. بزاف الناس يعني سوقوا له قبل ما يجي، سواء في المغرب او لا في اوروبا، سوقوا له على انه كاين اللي في اوروبا سوق على ان راه مشى ما نعرف اش بغى يدير للمغرب، وهذا وبانه كاين المغرب مذكور في شي قضيه، ما قضيه ديال قطر ما قطر وشي بيغاسوس الى ذا، روجوا له هذه الطريقه. ولكن لاحظنا بانه الموقف والتحليل اللي كنت عطيته في الفيديو مؤخرا ولله الحمد، هذاك التحليل هو اللي كان صادق وهو اللي وقع. وكنا قلنا بانه فرنسا هي من مورها التناوي كامله، وهذا الشيء راه ما غاديش يسلكها. والاتحاد الاوروبي الاسلوب اللي داروا مع المغرب راه حتى هو ما غاديش يسلكوا. قبل من هذا الاسلوب كانت دارتها فرنسا، وفرنسا انتم كتعرفوا الاسلوب ديالها. قبل ما كتجي شي وزير خارجيه او لا شي رئيس او لا شي حاجه، هذه معروفه من ايام الحسن الثاني الله يرحمه، دائما فرنسا فيها هذا الاسلوب. الفرق اللي كاين انه في عهد الحسن الثاني الله يرحمه ما كانش هذا الشيء ديال الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي الى غير ذلك، كان فيما الملك كينتقل او لا شي رئيس ديال فرنسا كيعول يجي او لا المغرب كيطلب منها توضيح ديال بعض الامور الا وكانت كتمهد له بحملات صحفيه. هذه معروف في التاريخ ديال فرنسا، وهذيك الحملات الصحفيه
كانت في في الثمانينات كانت بدا كيوصل معها الحسن الثاني الله يرحمه لواحد الدرجه انه كيدعي الصحيفه والصحف الفرنسيه وكيلحقها في المحكمه وكيكلف عليها محامي فرنسي وكيربحها وكيصدر الحكم ضد الجريده وكيتصنطح الحكم طبقا لقوانين الصحافه اللي فرنسا في الباب ديال الصحيفه وفي الصدر ديال الصفحه الاولى الصحيفه. يعني هذا الاسلوب اللي كيديروه دابا وهذا الشيء اللي كنشوفوه راه مجرد تحديث ميزاجور. الوسائل كانت كدار من الستينات والسبعينات والثمانينات دائما نفس الاسلوب ديال فرنسا. وهو اللي داروا ذاك النهار الاتحاد الاوروبي ديال انه قبل ما يجي واحد الجريده هنا وموقع هنا وموقع هنا وكيبداو يهضروا قالك طالياني بغاو يشوفوا المغاربه قالك بيغاسوس لقاو في التليفون ديال ما عرف شكون الى غير ذلك. هذا الشيء كلها كانت مناورات في الاخر فشلات. ولمن رجع العمل الصحيح رجع العمل الصحيح انه المغرب اي دولة عندها معاه شي شغل الحل الواحد اللي كيسلك هو انه كيطلق هو ديال ديك الدولة فوق الطبلة. الشروط اللي كيفرضها المغرب حاليا هي وحدة ترابية ديال المملكة ثم الدخول في شراكات اقتصادية اللي هي منصفة ما تفرض عليا الاسبقية ما نفرض عليك. قبل ما نتكلم لكم كيفاش المغرب افرض على الاقل في الربع الاول ديال 23 فرض الاسلوب اي ديال اي دوله بغات تتعامل معه هذا الاسلوب ديال انه تجي ديك الدوله راسا لراس وداك الاسلوب ديال انك تخشي في الاتحاد الاوروبي او لا من تحت تبقى تدوز من هذا لهذا وتعدد لي الوجوه وتعدد لي هذيك بانها لا تفيد. الاسلوب هو انه اجى عندي الراس في الراس وديك الساعات ممكن انه الامور غادا تفك. احنا عندنا الشروط ديالنا وانتم عندكم وها احنا موجودين. الموضوع ديالنا وهو انه خلال 22 وقبل من 22 المغرب على الساحه الخارجيه خاض واحد المجموعه ديال المناورات وهذيك المناورات كاينه فيها اللي كان معروف وكاينه اللي فيها اللي ما كانش معروف. وجه هذه المناورات على المستوى ديال الوحده الترابيه وعلى مستوى كذلك الاعتراف ديال رئيس دوله كذا رئيس ديال دوله كذا الى غير ذلك هذه وجهها والحمد لله. كذلك وجه المناورات هذه في القمه العربيه كيف كتذكروا والعالم كله شاف بانه الجزائر هي المشجع الوحيد للانفصال والحركات الانفصاليه اللي كتهدد الوحده والسلامه ديال الاراضي المغربيه. اذا شفنا كلنا واحد المجموعه ديال المعارك. هذه المعارك تزادت قوات خصوصا من بعد الخطاب الملكي اللي باقي كيتعتبر. انا كنقولها وكنعاودها. باقي كيتعتبر هو الاطار المرجعي اللي كينظم علاقات المغرب بالدول الاجنبيه. هذاك الخطاب المرجعي النقطه الاولى اللي فيه جوج الخطابات عفوا الاول كان في عيد العرش ديال 22 اللي كان قال فيه بانه بغينا الوضوح والصراحه من عند الدول القويه. التاويلات نيشات كلها على فرنسا. الخطاب الثاني قال بانه الشراكات الاقتصاديه والمشاريع التنمويه والشراكات بصفه عامه اللي كتدخل في المجال الاقتصادي قال راه غادي نحضروا فيها ابتداء من الان بالاضافه للكفاءه وبالاضافه للانصاف غادي نحضروا فيها المنظار ديال الوحده الترابيه للمملكه. هذا الاطار المرجعي هذا هو اللي مشات عليه المغرب من بعد الخطاب الملكي طيله هذه الاشهر القليله الماضيه. بزاف المجهودات كانت كتحاول تلتف على هذا الاطار المرجعي وبدات كتصور اي كلمه مجامله صدرات على شي وزير خارجيه ديال شي دوله كتصوروا بانه صافي سالينا والمغرب وكاين اقتصاد وكاين ازمه وعلاش ما نديروش الشراكه وعلاش ما كذا علاش ما كذا الى غير ذلك كانت حاولت. ولكن فيما بعد بدات الخطاب المرجعي والاطار المرجعي ديال المغرب بدينا كنشوفوه كينتصر يعني بالتدريج. وشفنا بانه فرنسا بدات كتخرج للوضوح ديالها وبدات كتدخل في واحد المازق كنحسوا به نهار على نهار. وفي الاخر بدات التصرفات ديالها كتزاد تشنجا زاد كذلك داك الابتزاز زاد كيتفضح نهار على نهار. وديك المناورات اللي كانت كدار مثلا على الصعيد الاوروبي ديك الحروب الاعلاميه ولينا شفنا كذلك مناورات داخل المغرب عيانا بيانا. اكثر من ذلك غدا تجي وزيره الخارجيه كولونا ديال فرنسا للمغرب وبنفس الاسلوب
قبل ما كتجي كيتحرك الإعلام الفرنسي إلى غير ذلك، وكيبدا يهضر على المظاهر، النقط السوداء، حاجات اعتطاء، هذا كذا، احتجاج، غضب، بيكاسوس، هذه الرشوة، ما نعرفش إلى غير ذلك. وعاد كتم جاية، ملي كتم جاية المغاربة اللي تابعوا داكشي كلهم شافوا نفس الأسلوب ديال فرنسا اللي توقعوه، جبروها بانها كتكلم على الفيزا والباسبور وكذا والمسائل وهذه وهذه، الشونطاج. وشافوا كذلك الموقف الثابت ديال المغرب في ناصر بوريطه، ناصر بوريطه اللي قال لها هزي انا غادي نهضر بالعربيه، ثم من بعد عرض عليها قال لها لا مجال للابتزاز. يعني هذا اللسان حال ديال المجموع، يعني ما بين الاقوال ديالو والاشارات ديالو، هادشي اللي قال بانه مسائل ديالكم داخليه، مسائل داخليه، ولكن حنا اللي كيهمنا باننا حنا والقوى الحيه في المغرب مغربيه الصحراء، وحده الصحراء. هادشي كانوا المغاربه كلهم عينوه بيانا. بين قوسين راه بزاف ديال الاخوان تساءلوا، قالوا داك النهار بوريطا علاش ملي تكلم في الندوه الصحفيه قدام جوزيب بوريل علاش هضر بالفرنسيه؟ انا غادي نجاوبكم على هادشي. اذا قلنا فرنسا بدات نهار على نهار الممارسات ديالها كتفضح، سواء في الخارج او اللي حتى في الداخل. وشفناه في ديك وزيره الخارجيه ملي جات، شفنا بانه كان موقف صلب ديال المغرب باداب وسلوك حسن وبالصواب الى غير ذلك، ثم من موراها مشات. حتى سمعنا اليوم بان يروج بانه ماكرون خلال الربع الاول من هذا العام راه غادي يزور، وغادي تكون كذلك زياره ديال رئيس الحكومة الإسبانية، وكذلك رئيس الحكومة أو الرئيس ديال جزر للكناري، جزر الكناري. إذن هاد الثلاث زيارات أش كتبين بأنه المغرب فرض الأسلوب ديالو كيفاش يتعاملوا معه الناس الآخرين، وبأن ذاك الأسلوب ديال العنطازة وندخل الاتحاد الأوروبي ونهضر مع ديك الجريدة، هضري وديك الجريدة وداك الموقع عاد نتم جاي باش نسمع شي هذا، هذيك الهضرة مابقاتش مسلكة. ثانيا حقا قبل ما ننسى، حقا المغرب راه كيتعرض لمؤامرات على الصعيد الخارجي، ومؤامرات ذكيه، واكثر من الوضوح ما كاينش، راه هضر بوريطه، يعني هذاك وضوح لا وضوح بعده. ايمان نو بونسون دو بيرسون دو ستركتور دو ميليو ديرونجي بار سو ماروك كي se développe, ce Maroc qui renforce son protagonisme et ce Maroc qui se projette sans complexe dans son environnement géopolitique proche, africain, arabe, méditerranéen. Et on l'a vu, on sort d'une attaque vers une autre à chaque fois. Le Maroc défendra ses intérêts et le Maroc قال كاودي بانه راه كاينه في اوروبا ناس ما بغاوناش نزيدوا للقدام، وناس ما كيعجبهمش هاد المسيره اللي حنايا المغرب غادي دقه دقه، وقال بانهم راه كيديروا لنا تحرشات قضائيه وتحرشات اعلاميه. هذه تكلم عليها ناصر بوريطه. ناصر بوريطه كيعرف اش كيقول، وفي هذا الكلام ديالو هذا راه ما كيكذبش. علاش؟ اخر واحد ممكن انه يتكلم في القضايا ديال الشفافيه والقضايا ديال الرشوه والقضايا ديال التجسس والقضايا ديال حمايه حقوق الانسان هو اوروبا. هذه ديروها في بالكم، اخر واحد ممكن انه نسمعوا النصائح ديالو هو اوروبا، بالنظر الى التاريخ ديالهم، ما غاديش نقولوا القديم ولا المتوسط، التاريخ الحالي. ولكو كان تشوفوا الحجم ديال الاتهامات اللي كيكيلوها يوميا بعضهم البعض في الجرائد ديالهم باللغات ديالهم، الاتهامات اللي كيتهموا بعضهم بالخيانة، كيتهموا بعضهم بالتجسس، كيتهموا بعضهم بالغدر، كيتهموا بعضهم بالنفاق. لكو تشوفوا الأوروبيين حاليا دابا اش كيقولوا على بعضهم، ما غاديش نصاعوا نسمعوا داك الكلام اللي كيقولوا بانه رشوه في الاتحاد الاوروبي، نائبه في الاتحاد الاوروبي قبطات بليون دولار او 600 الف ومعها جوج ومعها ثلاثه، والقضاء غادي والقضاء خدام الى غير ذلك. هذيك راه تقلت لانها ترجمت اللغه العربيه صافي وتعمات، والجهات هي الجهات كاينه فرنسا هي اللي كتعمد انها
جبد المغرب، ولكن لكم تشوفوا الحجم ديال تبادل الاتهامات اللي كيكون يوميا عند اوروبا دابا. تقولي لي هاشتي انت اخر واحد تبقي تهضري لنا على الشفافيه، وتهضري لنا على غضب شعبي في شي دوله، وتهضري لنا على حقوق الانسان في شي دوله، وتهضري لنا على التحضر في شي دوله الى غير ذلك. زائد ان اوروبا العالم يشهد بان وضعيتها يوما عن يوم يوما عن يوم يوما عن يوم كتهود. لكو كانت الاخلاق حاضره والقيم حاضره عند الدول الاوروبيه، واش كتظنوا بان امريكا دير بها اللي بغاتو نقدمها في حرب؟ لكو كانوا الرؤساء، نبداو حنا بالرؤساء، من غير رؤساء الحكومات، من غير البرلمانيين، من غير الوزراء، من غير المسؤولين، لكو كانوا ديك القيم وديك النظافه، واش امه ديال الامم 22 ولا 23 دوله غادي تهبط راسها كوميريكان دفعها؟ واصلا اوروبا غارقه في الكريدي من الحرب العالميه الثانيه، وبمجرد ما بدات كتسالي الطريطات ديال هذه الحرب العالميه الثانيه قدموها في كورونا عامين ونص، وبمجرد ما بقات كتسند سالي من كورونا باش تشوف اشنو دير قدموها في حرب. ومشي قالوا لها نوضي واجهي، قالوا لها هاك هزي الكريدي، راه شي 120 مليار دولار فرضتها الولايات المتحده الامريكيه على ديك الدول كتقول لها غادا تقيد عليها وماشي تديها كلها سلاح. راه كتعرفوا الاسلوب الولايات المتحده الامريكيه مع اوروبا، راه ما كتقول لها شي من غدا صيفطي الكاميو صيفطو كذا باش تهزوا عليا السلاح ديالكم نوضوا فكوا المشكل ما بين اوروبا وما بين بوتين، والو كيقيدوا عليهم في الاول، هو الغرق هو الاولي، ومن بعد عاد كتبقى توصل لي كوموند فوق ما بغات، كتغرقك وتبقى هي تتحكم سير الاحداث اطول عدد مده ممكنه، لان الولايات المتحده الامريكيه راه هي اللي سلحت اوروبا في الحرب العالميه الثانيه، قانون الاعاره والتاجير، ماشي كتعطيك تفوبر عليك، لا كتقول لك غادي تهز من عندي وسير انت باش تخدم. دارتها لهم في الحرب العالميه الثانيه، خلاتهم من 39 حتى ال 45 مشمشين، وهما كلشي كيتسنى، كتعطيهم السلاح قطره بقطره باش كيتسناو دقدق اوروبا اطول مده ممكنه. الان كذلك نفس القانون طبق، كان سناه بايدن قانون الاعاره والتاجير هو اللي كان سناه، وقال لهم 120 مليار دولار، ربما راه سمعت كاع في الاخر وقيلا زادهم، قال لهم هذه اسلحه ديال الدول المجاوره، ومن اللي قال لهم اسلحه للدول المجاوره اللي مواجهه مع بوتين ما قال لهمش غادي تهزوها من غدا وتانستالي ودك الصواريخ والمسائل وكذا والمدافع يدقدقوا وكذا وكذا وتهنيونا من الصداع. ابدا، الحروب ما كيتخلقوش باش وحده تدقدق الاخرى ويهني ويحيدوا الصداع، لا والو، داكشي كان في القديم، ديك الامبراطوريات القديمه كيقول لك العالم ديال دابا لا، ولا الحروب كدار باش كيتستنزف كل شيء، وهذوك الكل شيء مشغولين في داك الاستنزاف هلكني لهلكك، كيكونوا عاوتاني اخرين صحاح اكثر منهم كيخدموا شغالات ديالهم اكثر من ديك الحرب. ديك الشغالات هذا هي ديك الاجنده اللي كنقولوا بانه كتخدم هذيك اليد الخافيه، الاوبئه، الفيروسات، التحكم في النمو الديموغرافي، نشر قوانين ديال منع الزواج، منع تكوين اسر، كيدخلوا هادشي ديال كذلك البيئة، حيد هذه دير هذه دير هذه. إذن هذه هي أوروبا. إذن أوروبا علاش كتستغلها الولايات المتحدة الأمريكية؟ احنا جايبناها على الهضرة ديال كيديروا علينا أساتذة، وكيقول لك ديك الدولة فيها واحد بغى يدفع الرشوة، وهذيك الدولة راه خرج منها حقا، قال لك خرج منها فيروس كيتصنت على الرئيس والرؤساء ديال كذا باش تشوفوا أوروبا. لكن كانت الاستقامة في القادة ديال أوروبا، كنهضر على الاستقامه من ناحيه كل شيء، الاستقامه من ناحيه كل شيء، الايادي النظيفه والبطن النظيف والمعامله الحياه الزوجيه الوفاء، لكو كانت الاستقامه عند هادو كاملين كيقولوا لا، كيمشيو مع الشعب ديالهم. ولكن بما انه الرؤساء ديال اوروبا الرؤساء ديال اوروبا راه ملي كيكونوا طلبه، دابا نشرح لكم في الدول الاوروبيه
كيمشيو للطلبه اللي كيكونوا في ديك المعاهد العلوم السياسيه المسائل كذا كذا، وفيما كيكون شي واحد شاب راه ماشي تا كيوصل الرئيس كيقول لي رئيس، عاد كيقولوا له اجي لهنايا شوف كيف ديروا تصيدوه في شي لعبه ولا كذا وصوروا له شي رشوه ولا شي لعيبه ولا شي حوايج، المهم شي حاجه كيديرها عاد لا راه ملي كيكونوا باقين كتبان فيهم العلامات ديال النبوغ. يعني هاد الرؤساء اللي كاينين دابا علاش ما كيقدر حتى شي واحد يهز العين؟ كنظن واقيلا راكم فهمتوا، واللي ما فهمشي راه ترامب علانية كيقولها، كيقول لهم ماكرون عندنا كذا عندنا تصاور عندنا داك الشيء كذا. ديك واحد ديك رئيسة الوزراء اللي طلعت راه كانت طلعت بريطانيا وهودات دغيا طلعوها وهبطوها، علاش؟ لان داك الشيء وهذه اللي دابا في الطاليان هما وبوتين، بوتين علانية كيقولها لهم، كيقول لهم كلكم ما كتقدروش تهزوا الراس قدام اوروبا قدام امريكان، كلكم ورطين كلكم بدلين حوايجكم قدام التصاور، كلكم كذا كلكم كذا كلكم كذا، داكشي ما فيه ما يتسمع. هادشي راه ما كينقلوه ليناش، هادشي ما كينقلوا لنا غير بانه وزير الخارجيه جورج خربيقو شي حاجه جا، وبان منين ما جا دابا الا لاحظتوا منين ما جا، تصوروا مثلا غير يكون شي وزير خارجيه ديال شي ما يمشي دوله ما يمشي حاجه غادي هذا منين ما جا، واخا يكون شي هند وكوشيا ولا هذا منين ما جات كتلقى كل شيء موجد، والعلاقات المغربيه الهند وكوشيا في اطار استراتيجيه والصادرات والواردات، وقال هذا زوين وهذا كذا، كيبداو يصوروا اي حاجه جات من برا بانه جاب معنا الخير والخمير مباشره، حنا غنتستفوا قدامه يبدا يفرق علينا الشريحه. اشهد النظره اشهد النظره اشهد اشهد اولا كذلك ديك النهار قال لك الاتحاد الاوروبي هذا وراه جاي جوزيف بوريل وزير الخارجيه ديال الاتحاد الاوروبي، وبداو صوق 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 وقدامه وزير الخارجيه قاعد كيكعل فيه قدامه كيقول له راه خصنا شويه ديال القيام خصنا المعقول خصنا كذا خصنا كذا خصنا كذا، راه ما يمكن ليناش نزيدوا لقدام وانتم داو التحرش القضائي وراه كاينه جهات تما كاينه راه ما عجبهاش هذا الشيء قدامه بقى له غير المهم شي حاجه، وداك الشيء سبحان الله كله ما هذا، وبقات ديك النظره بقات نفس الصبغه اللي صبغوا لنا المجيء ديال ديك وزير الخارجيه ديال فرنسا نفس الصبغه. وتا في العشيه كنلقاو داك جوزيف بوريل هذاك اللي سوقوا له وزير الخارجيه، وبداو شي عاوتاني شي تعارج وهذا كيشعلوا في الدوله اللي هوك، وراه مشى قال لهم سلموا لينا فلان وعطيونا فلان، وكذلك في فرنسا عاوتاني بقاو كيقول لك بان جوزيف بوريل راه مشى وديك للتذكير فان قضيه كذا ما كذا كي هما، وفي الليل في الليل في الليل كنلقاو لك جوزيف بوريل هاد وزير الخارجيه كنلقاو مصانطح جوج تصاور ديالو مع اندري ازولاي المستشار الملك، لانه جوزيف بوريل راه ملي سال اللقاء ديالو مع المسؤولين المغاربه ملي سال راه قال لهم بغيت نمشي نشوف ازولاي اندري ازولاي، قلت لك في الليل حتى كنشوفو مصانطح جوج تصاور ديالو فرحان بانه تلاقى مع اندري ازولاي. وشوفوا الحقيقه، شوفوا الحقيقه ديال العقليه الاوروبيه، وقالوها ليهم وباقين كيقولوها ليهم، كيقولوا لهم انتم فيكم النفاق علانية في الميديا في الاعلام كتبقاو هضروا بواحد جهادة، وفي الليل وداك الشيء فيما كانت المصلحة ديالكم كنمشيو كتقلبوا. شفنا التصاور ديالو مع اندري والصور كتهضر، الصور كتهضر، هذاك راه مسؤول مغربي هذاك اندري ازولاي مشى مصور حداه، الجلسة كتبين كل شيء، وكتبين حتى في التوديع ديالو، يعني من اللي بغى كتبين كل شيء. دابا حنايا واش خصنا الحقائق نبقاو نامنوا بها حتى يجيو يديروها لنا في التصاور؟ دابا مثلا الا داروا مثلا شي خبر في شي موقع مثلا اوروبي ولا الدنمارك ولا الانجليز ولا البي بي سي ولا كذا ولا كذا، عاد ديك الساعه تنتيقوا يقولوها لنا بالانجليزيه بانه كذا جوزيف بوريل اللي هو وزير الخارجيه الاتحاد الاوروبي بانه مشى عند اندروزا اندري ازولاي، وبانه كان مسكينا ظريفا لطيفا والاخر قدامه الشموخ ديال المملكه، عاد ديك الساعه نبقاو حنا نتيقوا. لا سيدي، راه الانسان جا الوقت عن خصو يحيد هذه الغشاوه، خصو يحيد هذه الغشاوه، راه ما عمر شي دوله اوروبيه تجي وتقول لك انا ما عندي منك الله يرحم والديك وسلكونا. هذيك ما بين العرب ما بين المسلمين ملي كتكون شي اخوه وكذا وكيكون في اطار الكرامه وفي اطار التضامن والاسلام ايه ماشي مشكل، هذيك كيديروها، ولكن هما اللي راه ما فيهمش هذا الشيء، باقيين عايشين في داك الشيء القديم ديال التاريخ، وهذاك التاريخ مزور
دابا التاريخ مزور راه في هذا الشيء اللي كيدور في الجامعات وهاد المناهج التعليم اللي حطوا لنا وهذه حطوا لنا هذاك الشيء اللي كيبغيو هما، ولكن ما حطوناش عاوتاني المسائل اللي هي الخفيه. المسائل اللي هي الخفيه وظهرت من بعد راه ظهرت حتى التسعينات ولا عاد بدات كتظهر الخفايا ديال ديك الحرب العالميه الثانيه وديك التبهديل وديك الخيانات ديال ودابا عاوتاني دابا عاوتاني راه حنا كنشوفوا اوروبا. اذا اوروبا اخر واحد كيمكن له ينصح الدول والامم والشعوب اخر واحد، وملي تشوفوا بانه ما نعرف جبدوا هذه او كذا ولا الحمله خلاص هذا التعليقات ديالي يا الاخوان باش ماشي تقولوا هذا كيدافع ولا سميتو، ولكن هذا راه كنجبد لكم الادله كنجبد لكم الصور. والانسان هذا يدير غير في يوتيوب مثلا يدير ترامب فيديو ماكرون او اللي يدير اتهامات بالتجسس المانيا بريطانيا او اللي يدير اتهامات بالتجسس المانيا فرنسا او اللي يدير مثلا الخيانه فرنسا المانيا المهم ويبدا يقلب ويشوف شنو كاين يعني باش يجي ويقول لك لا حقا راه برلمان عنده واحد القضيه ديال الرشوه وبانه نائبه برلمانيه اليونان وبانه البحث خدام وكنحترموا السريه ديال ديك النهار قالها جوزيف بوريل من ليجا حنا كنحترموا السريه ديال زعما الدوله ديال العلم ديال العدل وكنحترموا السريه وباقي ما قلنا حتى شي حاجه وبانه كون كنت عندكم الدنيا مقوده بعدا كاينات كاع دوك الاسماء ما يخرجوش من تم لا كون كنت عندكم الدنيا اش دخل السميه ديال المغرب هذا اللي نطقوا بها عدد من الصح خصوصا فرنسا منين جاتها بمعنى انكم قوم مخربقون ملي كتيقوا في هذا كيقول لك حنا ننتظر ودابا في جلسه واحده كيجبد المغرب وكيقول لك ولا زلنا باقي ما كاين حتى شي حاجه الى غير ذلك. وبزاف ديال الناس قال لك واش جاب جوزيف بوريل جاب هو قال لك الامور عند القضاء هو قال لك الامور عند القضاء اذا اش دخل جوزيف بوريل بحال دابا مثلا اشتري شي اعلام ديال الجاره اللي هوك قال لك مشى قال لهم عطيوني فلان شوفوا الكالخ وشوفوا الكالخ ماشي موقع ولا جوج ولا ثلاثه ولا اربعه كيقول لك جوزيف بوريل مشى للمغرب لان صيفطوه قالوا له دي ديك القضيه ديال هذا قالوا له سير جي سير للمغرب واطلب لنا فلان وهذاك الشيء زعما على كل حال هذاك الشيء اللي دارته كديروا المحكمه وجوزيف بوريل ماشي عون قضائي ولا ماشي مفوض قضائي او لا شي كذا الى غير ذلك. وهذيك جات رد لانه بوريطا هضر معاهم قال لهم فيكم التناوي فيكم التخربيق ما فيكم شي المعقول حضروا لنا القيم حضروا لنا الا كاين شي صح بغيتوا ديروه هذاك الكلام ديك الكلام ديال بوريطا. وعلى كل حال لان المغاربه وما قالوا ما وصلوش كامل على السكعه على كل حال رجعوا الموضوع ديالنا دابا كيقولوا ماكرون غادي يجي وديال اسبانيا وديال جزر الكناري بمعنى انه ديك الدريقه ديال الاتحاد الاوروبي لا تفيد. ورجعنا للموضوع الاصلي وهو انه المغرب فيما كينزل يدو على شي دوسي كتنوض ديك الدوله كتهكات نضات غوات كذا كذا كتولي واحد شويه دير شي مناورات شي صحيفه شي جريده شي لعيبه شي كذا كذا كدوز واحد المره كتلقاها مهابطه. راه من بعد غادي نقول لكم انايا شنو هو العامل القوي اللي خلى انه المغرب زاد الطريق ديالو بثبات، بالاضافه انه ديك النهار كنا اتفقنا بانه المغرب كيتعامل مع الدول ماشي بديك القوه المتخيله اللي راس منها لنا في الدماغ ديال الاعلام، يعني فاش دخل البارابول في العالم الثالث وداك الشيء في 1000 كنظن ديك 90 عفوا نعم بدا من ديك الساعه بدا كيدخل 93 94 الى غير ذلك، الناس بداو كيحلوا البارابول كيشوفوا اليوتيوبر كيشوفوا اوروبا. تم العالم كله تسطى يعني قال بانه راه كاينه واحد الجنه نعيم موجوده فوق الارض ودازت سنين الاجيال عاد غادي تكتشف بان ديك جنه عدن بان راها غير تلفزيون وبان راها غير استوديوهات واضواء واضاءه وتمجهيد وتمثيل ولعيبه وبانه الوضع على الارض شيء اخر. جات هذه الحرب ديال روسيا الاوكرانيه حياك الحي حتى ولينا كنشوفوا بنادم الحقيقه ديالو يعني ولينا كنشوفوا الاخبار
الرؤساء وكذا وما يقدر يهدر مرمد، رئيس كينفض رئيس، رئيس كيمرمد رئيس، رئيس من ميريكان ترامب كيفضح الاخر، ولينا كنشوفو يعني كنشوفو الفضائح، ولينا كنشوفو شعوبا وامما مهبطه الراس وقايد الشعوب ديالها وقاعده الميزانيات ديالها مقدمها في الحرب، وبانه امم قويه بحال المانيا ديك النهار. المانيا ديك النهار خرجت الدبابات ديالها باش دير ليهم زعما تسخين منورات ويتحركوا، الدبابات فيهم اعطاب اومبان، هادشي ديال المانيا. فرنسا ديك النهار عاوتاني داك قائد الاركان الكبير ديالها قال لهم عباد الله راه لقينا الماتيريال وداك الشيء راه من 90 ما توجد، وقال بانه راه اي حرب ضربتنا على غفله راه دايم الله. بحثوا وقراوا الودائع كلهم الاسلحه اللي في اوروبا كل شيء ما عندهم حتى شي حاجه، ضربوا على غفله، تقدموا على غفله، يعني ان مفعول بهم وليسوا فاعلين. اوروبا يعني مقدمه، اوروبا بمعنى ان ما عندها حتى شي دخله في هذه الاوضاع اللي العالم فيه خدامه. دول اخرى كيف قلت لكم انا مخبوره، يعني كاين الملامح ديال ديك الايه ديال الخفيه موجوده تما. روسيا ما تفاجاتش، الصين ما تفاجاتش، بريطانيا ما تفاجاتش، كندا وامريكان ما تفاجئوش، بمعنى انه راه في الناس اللي قاعدين كيمشيو العالم، الناس اللي كيمشيو العالم راه كاينه اللي طراس في هذه الدول وما كاينش في اوروبا، بمعنى اوروبا مهاوده مسكينه مهوده. يعني هذه هي الحقيقه اللي الاعلام باقي خاسرين علينا دابا الميزانيه عند الاعلام هي اللي قاعد المشين بها هو اصلا قاعد الكبير ديال المخربقين في العالم الكبير قال كبير كبير مره كيقول لك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كيقول لك ما كاينش نبي ولا رسول من عهد ادم من باشي الفتنه ديال الدجال. الفتنه هو اللي كيخربق كيضلل كيدوخ، وراه جزء منها هادشي اللي كاين. اوروبا باقا مفرعنا على العالم غير بداك الاعلام ديالها وبانها ربحت في الحرب العالميه الثانيه، ومن موراها داروا بنيه تحتيه واعره وداروا الصحه العموميه واعره وداروا التعليم واعر، واللي كحال اللي كحال كيجيو كيديوه للسبيطار، واللي ما عندوش كيعطيوه، واللي حفيان اللي حفيان كيعطيوه الصباط، واللي عريان كيلبسوه. ملي سالت المسرحيه وسال كل شيء اراجيب كورونا، ملي جات كورونا امريكان سحبات الحصيره كامله، قعدت لك اوروبا على الحقيقه ديالها حاليا. ها هي اوروبا الان صدقت على بلاط، علاش؟ لانها كانت مدمنه على الرفاه الكاذب. كانت حنا كنا كنعتقدوا بانها كانت منتجه، فاذا بنا كنكتشفوا بان ديك البنيه التحتيه وداك العالم ديالها كامل كان مصنوع. تسحبات رؤوس الاموال اللي الاصل ديالها ماشي اوروبي، يلاه تسحبات كل شيء ضو طفى. هذه هي الحقيقة. علاش كنقول لكم أنايا المغرب كيتعامل مع الدول انطلاقا من القوة الحقيقية ديالهم دابا، والمنحة ديال العالم فين غادي؟ غادي نذكركم كذلك بالولايات المتحدة. قبل ما نقول لكم ديك النهار بوريطا علاش تكلم قدام جوزيف بوريل بالفرنسية، العامل الأساسي والتاريخ يعيد نفسه هو النزول ديال الولايات المتحدة الأمريكية بتقليها من جديد النهار اللي ترامب كتب الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء. راه كاينه ما يشبهها في التاريخ، دازت 1943 عملية الشعلة قلبوا عليها. راه أي حادث باش تفهموا دابا راه كيكون ليه مثال في التاريخ أو لا شبيه، قلب عليه باش تفهم الأوضاع أشنو كاين. في المغرب والعالم كاع الكل العالم كله كان كله غارق في البحر ديال الاستعمار كامل كامل، حتى جات 1943 والمغرب كان من نصيب ديال فرنسا هو والجزائر وتونس، وفرنسا كانت عندها دول غرب افريقيا، في افريقيا كان عندها 22 دولة وفي الدول الاخرى 12، المجموع كان 32 وكانوا مقسمين ومرتاحين. واحد الساعة كتنزل الولايات المتحدة الامريكية ابتداء من 42 كان الانزال الولايات المتحدة الامريكية في اطار عملية شعلة نزلت على غفلة وكشطت ديك الساعة الجنود الفرنسيين لأنه كانوا تابعين لحكومة فيشي، وحكومة فيشي لأنها كانت كتمثل النازية هتلر. هذيك الوضعية استفد منها محمد الخامس رحمه الله، لأنه الزعماء تلاقوا في مؤتمر أنفا
في مؤتمر انفا كيتسمى 1943، وكان حاضر فيها ويستون تشرشل ديال بريطانيا وديال ميريكان الرئيس روزفلت، وسميتو ديال فرنسا عفوا، وكان غادي يحضر ليها ستالين، وحضر شي واحد كيمثل فرنسا. هذيك هي اللي استغلها محمد الخامس الله يرحمه، كان تكلم مع روزفلت. روزفلت هو الرئيس الامريكي اللي كان في ديك الساعه. ديك الساعه محمد الخامس رحمه الله ذكر روزفلت، قال له دير احنا اول دوله والمسائل الى غير ذلك، وشوفوا احنا شنو قاعدين نقدموا معاكم، التضحيات اللي كنقدموها معاكم، وحنا مازالين مستعمرين، وحتى نتوما ملي تساليوا هاد المشاكل اللي كاينه في اوروبا الى غير ذلك. وديك الساعه عاوتاني راه حنا راه خصنا عاوتاني كذلك يعني الاستقلال ديالنا. وعده روزفلت ملي صفات الحرب العالميه الثانيه الى غير ذلك، ديك الساعه امريكان بدات كتكشف النفوذ الفرنسي تمها، فاش غادي تجي الدور ديال فرنسا وغادي تخلق نخب ثقافيه وفي التعليم والمسائل، ومن موراها بقات كتهز الافراد ديال باش كتديهم تما باش دير واحد الطبقه، ومن تما كاينه دارت واحد النخبه اللي هي تابعه ليها. كل ما يجري الان راه كاين الاشباه ديالو في التاريخ. الولايات المتحده الامريكيه النهار فاش قالت السياده المغربيه على الصحراء، وبدات مره كدير ديك المناورات ديال الاثر الافريقي، ونهار على نهار ولاو كيجيو مسؤولين، وفاش ختموها ربما ما ختموهاش في الحقيقه، باقي زايدين تقريبا هذه شي شهر ونص ولا شهرين، كانوا جابوا السفير جديد ديال الولايات المتحده الامريكيه، وهذاك السفير تعزلوا كان صديق بلينكن وزير الخارجيه ومختار. وهذاك السفير قبل ما يجي زاد تدرب على اللغه العربيه واللهجه المغربيه، ومن نهار اللي علموه قالوا له راك انت مترشح، هو لا ينام بالفرح والسرور. إذن هذا الشيء اللي وقع دابا راه تحديث ديال الاحداث فايت الوقع. إذن هذا التحالف ديال المغرب مع الولايات المتحده الامريكيه راه هو اللي رول الحساب ديال اوروبا كامله. عليها قاعدين كنشوفوا فرنسا قاعده تنقز يمينا وشمالا، اسبانيا شي مره كدير رجل هنا ورجل لهيه، المغرب جالس بلاصتو، الاتحاد الاوروبي ما سلكش، ديك الحملات الصحفيه ما سلكتش، داك الابتزاز ما سلكش، ها هما دابا قاعدين. ربما يجي ماكرون يقدر ما يجيش، جا ولا ما جاش، حنا ماشي حنا اللي اش كيهمنا، حنا كيهمنا هذا الشيء اللي كنقولوه لكم، هذه التحليلات كامله اننا نقولوها بصدق وما نكذبوش على بعضنا، يعني انه اي امه قودت مع المغرب وبغات تعامل على الراس والعين. فرنسا اللي اعترفت لنا بالصحراء المغربيه ديالنا، داك الشيء اللي بغينا، يعني احنا اللي اش كيهمنا هو انك تعرف كل واحد والحقيقه ديالو، وماشي هو مثلا هو ضعيف ويجي عندك بديك اللبسه ديال واعر ومزوق، او لا مثلا هو اكثر من لقي او لا هو قوي ونجي انا ونقول لكم لا، احنا كيهمنا ان كل واحد تعرفه في الحجم ديالو، القوه ديالها الحقيقيه، وتعرف الاطار اللي هو جاي عليها. وكيبقى طبعا للدوله الاختيارات ديالها، لان المغرب شنو باغي؟ باغي غير انه العلاقات يكون فيها عداله ويكون انصاف، والمغرب واحد موحد، وفي الشراكات انه المداد الكفاءه الى غير ذلك. حنا هادشي اللي كيهمنا. بالنسبه للسؤال، بوريطا علاش تكلم في الندوه الصحفيه باللغه الفرنسيه؟ وجوزيف بوريل خلاص هضر بالفرنسيه، وديك النهار مع وزيرة الخارجية هضر بالعربية، هضر بالعربية وقال لها هزي باش تسمعي أنا كنهضر. بوريطا فاش تكلم، هذا خلاص دائما تحليل ديالي هذا، أنا تكلم باعتبار أن اللغة الفرنسية هي إحدى اللغات الرئيسية ديال الاتحاد الأوروبي. ديك النهار جات عنده فرنسا وزيرة الخارجية فرنسا، يعني واحد وحده كتمثل دوله، حداها بوريطا كيمثل دوله، اذا هذيك النديه. ولكن انت هضرتي بفرنساويه، انا نهضر باللغه ديالي. فاش جا داك جوزيف بوريل، هذاك جا وزير الخارجيه كيمثل الاتحاد الاوروبي، اذا بوريطا تكلم بالفرنسيه اولا لانها احدى اللغات الرسميه ديال الاتحاد الاوروبي، ربما هي الثانيه او الثالثه. إذن هذا هو السبب الأولي، يعني راه ما كانش يشيل منزلة المغرب أو لا. ثانيا، وهذا هو الغريب في الأمر، أنه هذاك الكلام ديالو اللي كان قاصح، من غير ذاك الكلام ديال المجاملات، الكلام اللي كان قاصح تكلم بالفرنساوية،
يعني تعمد يسمعوا الاوروبيين للاسف، والمغاربه حد عدد كبير كيتجاهل. لكو قلنا مثلا غير باللغه العربيه قال لهم ما كاينش قيمه، ما ديروا لناش تحرش القضائي، ما ديروا لناش الاستفزازات وديك الحملات الصحفيه، ما ديروش هذه. نقدروا نقولوا بوريطه زعما خاف دا هضر بالعربيه غير هنا نسمعوه، لا هو هضر بالفرنساويه. بالفرنساويه قال لهم احنا ما محتاجينش غير ديك المعاملات التجاريه، لا محتاجين القيم، محتاجين المبادئ، محتاجين. قال لهم عندكم تما اطراف راه قاعدين كيديروا لنا الصداع، حاقدين ما بغاوناش لهذا المكان اللي احنا تكلم بالفرنساويه. قال لهم ندافعوا على ريوسنا وعلى الشركاء ديالنا، الشركاء المغرب راه كتعرفوا كاين اللي هما استراتيجيين فيك ثابت، هو الولايات المتحده الامريكيه، وكاين في المجال الامني اسرائيل، وداك الشيء راكم كتعرفوا الجوانب الامنيه هذيك بوحده، والناس خصهم يفهموها في الجوانب الامنيه. على كل حال ربما في مناسبة أخرى نتكلموا عليها. إذا بوريطة تكلم بالفرنسية وبالفرنسية سمع لهم المواقف المغربية، هذا هو التحليل ديالي الخاص. سمحوا لي الإخوان على الإطالة بزاف، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.